على ناصية واحدة، الفرنسيون من أصول مهاجرة. يقف الأول شاهرا سلاحه، أما الثاني فملقى على الأرض جريحا. يعود الأول ليرديه قتيلا قبل أن يلتحق بأخيه. الأول هو أحد الأخوين كواشي منفذي الهجوم على صحيفة شارلي إبدو. الثاني هو أحمد مرابط الشرطي الذي لقي حتفه في الهجوم. خرجا من رحم هجرة سكان إفريقيا الفرنكوفونية في أعقاب مرحلة الاستقلال، وفرقت بينهما سياقات الحياة الفرنسية المعقدة. كثيرا ما عقدت المقارنات بين قصص النجاح وقصص الفشل. اقتصر النجاح في البداية على السينما والمسرح والرياضة، قبل أن يتسلل رويدا رويدا إلى كواليس السياسة، تارة عبر البرلمان وتارة عبر الحكومات. أما الفشل فعناوينه الرئيسية كانت الإرهاب والجريمة. المكون الديني وتحديدا الإسلامي كان وما يزال بعدا آخر لأكثر من 6 ملايين فرنسي. هو في حالات مصدر إثراء يدل على تنوع الأعراق في فرنسا حسب الروايات الشائعة، لكن في حالات أخرى كثيرة هو مصدر للانغلاق والتقوقع، بل هو مثار للشبهات في أعين قطاع واسع من السياسيين ورأي العام. بعيدا عن قراءة الهويات، هناك أزمة اجتماعية مزمنة في صفوف الفرنسيين من أصول مهاجرة، ولعل ما اتفق على تسميته بانتفاضة ضواحي باريس عام 2005 كان الصدمة الأكبر التي أثارت جدلا واسعا حول واقع ملايين الفرنسيين الذين يعيشون على هامش المجتمع. صدمة لم تحل دون تحسين اليمين المتطرف حضوره في المشهد السياسي وفرض نفسه كأحد أهم القوى. الفرنسيون من أصول مهاجرة ماض حاضر في مستقبل فرنسا، يراوح بين الوردية تارة والقتامة تارة أخرى.